كيجي هذا السؤال بزاف ديال واش المرأة قاد ولا يعني أنثى ولا النساء واش قادرين حتى هما يبصموا يديروا كيما بصموا الرجال في البيزنس أونلاين وفي لي كوميرس. بيست اون راه خاصك غير تقراي، غادي يجي راجل غادي يتزوجك، لا راه ما عندكش تبان لي البيزنس ديالك راسك. كيشوفوا عايشين في واحد السوسايتي اللي كتقول لك راه في الاخر غتزوجها ولد خالها ولا ولد خالتها، لا راه في الاخر غادي يتزوج وراجلها غيصرف عليها وغتجلس في الدار. باقي حتى ما نكذبش عليك، دابا along the way the process ديما كيكون الفشل، ديما كتخرج واحد الحاجه اللي كتكون عقبه. انا بالنسبه لي البيزنس مايند سيت اللي خاص يكون عندك هي ماشي راه كاين مشكل، هي راه كاين مشكل ولكن شنو هو الحل ديالو. لقيتها فاش بديت بفيسبوك ادز، ولكن انت عارف المشاكل ديال سدان ديال الاكونت، وعارف المشاكل ديال فيسبوك ادز راه دي ار فيري اوبفيس بلا ما ندوي عليهم. دونك شنو قررت ندير؟ قررت نشوف واحد ماركتينغ اخرى اللي او ميم طون فيري انتريستين فور مي، ولقى راسي كنبلاندي فيها. ديك الساعه فاش بديت بالانفلونسرز، بديتهم تقريبا يا دوزون، قليلت الناس اللي كيدوي عليهم واللي خدامين بيهم. كنت بديت بقدم باي انفلونسر مثلا 1000 دولار وترجع لي 10000 دولار ريفينيو. عندهم واحد 4 كريتير اللي معروفين في العالم اللي بيهم كتلقى الوينين برودكت. بالنسبه لي اتس ا جود كويشن، علاش؟ حيتاش كيطلع لك بزاف الناس تيقول لك واش دروب شيبينغ داد؟ هو راه ماشي داد، غير مور اوبتمايزد والبزنس موديل تبدل. بنادم او كاستمرز فاش تيجيو الويب سايت نيت لوكس دروب شيبت، ما كتبقاش عندك واحد الاوتوريتي اوفر ذم، تيشوفوا لا ذيس لوك like a dropshipping store، ما تبقاش واحد التراست بيناتكم. دونك انا بالنسبه ليا هو براندد، يعني من ناحيه الديزاين خاصو يكون كلين، ماشي تكوبي لي شي حاجه من علي اكسبريس وتحط لي كولي ديال واحد الايمج باقي فيها تشاينيز ديسكريبشن في البوكس. دونك اولويز ما تقارنش البديه ديالك بالسكسس ديال شي واحد اخر، حيت كل شيء بدا من واحد زيرو بوينت ولا ستارين بوينت. دونك غير ديدي. مساء الخير زينب. مساء الخير مصطفى، لاباس عليك؟ مرحبا بك عندنا في لك المباشر ومرحبا بنا عندك، ولاول مره تواجد عنصر نسوي في المباشرات هنا على حسابي على الانستغرام. بصراحه امر جميل وجيد، وشحال هذا كنا كنتسناو شي لايف بحال هكا باش نحيد واحد النقطه فيها الشك. مرحبا مرحبا انا هنا. مرحبا، بدايه نتسناو اجتماعك شويه بوب عثمان نظيف يوبا كل الناس اللي كيتابعوا البث المباشر، وغنكم تبارطاجيو ان شاء الله على اوسع نطاق، في انتظار انه ان شاء الله يجمع اكثر قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع. بدايه زينب شكرا لك على القبول الدعوه والحضور معي في هذا المباشر هذا. زينب يعني كاين اللي كيعرفك حاليا يعني من خلال متابعته لكم ديالك كاكسبير ماركتينغ وكان دروب شيبينغ، ولكن كاين اللي مازال ما عرف زينب، بغيناك تعطينا فيها عجاله يعني شكون هي زينب في هذا الباركور ديالها في البيزنس اونلاين خصوصا يعني في الدروب شيب. مرحبا. الوغ شكون زينب؟ غنعطيك واحد الاوفر فيو عليا. سميتي زينب زيتاني بنت اسفي، ولكن دابا اكتوال ما عايشه في مراكش. عندي 22 عام، بديت الاكسبيريونس ديالي مع دروب شيبين تقريبا بين 2 سنين. ام ان انفلونسر ماركتينغ اكسبيرت و also I'm an expert for dropshipping. من دابا غنبغي نعتذر لشي ناس غندخلش هم technical words بالانجلش، حيتاش انا اصلا الماركت ديالي specialized بالانجلش، غنحاول maximum possible نجمع بين العربية والانجلي. so yeah غتكون دارجة ان شاء الله، غتكون يعني الناس اللي حتسولي جاء السؤال قالوا واش غيكون لايف بالانجلي ولا لا ولا بالعربية، غيكون بالعربية وبالدارجة المغربية ان شاء الله باش تكون الاستفادة. تفضل. ماشي مشكل. دونك كما قلت لك انا انفلونسر ماركتينغ اكسبيرت و also اكسبيرت في دروب شيبينغ. مرحبا. يعني ما شاء الله جميل جدا. واحد السؤال يعني ندخلوا على بركه الله زين في الاسئله. نون النسوه، وضعت عنوان لهذا اللايف هو نون النسوه والتجاره الالكترونيه. كيجي هذا السؤال بزاف ديال واش المراه قاد ولا يعني انثى ولا النساء واش قادرين حتى هما يبصموا كيما بصموا الرجال في البيزنس اونلاين وفي لي كوميرس. بيان سور. لا قلت لي السؤال ديالك هي كيفاش نون النسوه دروب شيبينغ، هذا هو السؤال ديالك. هو بالنسبه لي حيتاش كنتي سولتيني قبل واش كاينين ديفيكولتيز اللي وومنز كيكون عندهم وين دي وان تو ستارت دروب شيبينغ. انا بالنسبه لي اي واحد عنده ديفيكولتيز في البيزنس ديالو ادر جندر كان ديالو مال ولا فيميل، هو غادي نقول لك بلي في الفيميلز كثر سيمبلي، حيتاش حنايا عايشين فواحد السوسايتي اللي الكولتور ديالنا بيست اون راه خاصك غير تقراي، غادي يجي راجل غادي يتزوجك، لا راه ما عندكش تبان لي البيزنس ديالك راسك.
كيشوفوا هذا الشيء من ناحيه perspective that this is something for men ماشي something for female. دونك هذه first thing البوينت اللي هي cultural aspect اللي عايشين في واحد society اللي كتقول لك اعرف في الاخر غتزوج ولد خالها ولا ولد خالتها، لا راه في الاخر غادي تزوج وراجلها غيصرف عليها وغتجلس في الدار. هذا الشيء اللي كيعاون على اننا كنكبروا في واحد المايند سيت اللي ما كنكبروش عليه ديال البيزنس، ديال موستلي بنادم كيكونوا ان باكس يقدروا بشي وحدين يخدموا في البيزنس اللي هو لوكال واي نوت، ولكن ما كانش شي واحد اللي كي ثينكي ايبل دي 5 فيجر 6 فيجر 7 فيجر بزنس. سو اولسو البيزنس ديال المايند سيت صعيبه بزاف نقول لك تكون في البيزنس ديالنا اللي هو دروب شيبينغ اني ثينغ اون لاين، سبيشلي سيكو كتجي لواحد البيزنس اللي ما فيهش بزاف ديال العنصر النسوي لا في المغرب لا برا، هذا واحد البيزنس اللي فيه الناس بنات قلال تيمشوا ليه. دونك انا بالنسبه ليا الحاجه الاولى اللي خلاتني نجي للبيزنس ديال الموضوع واز نقول لك difficulties اللي عشت في حياتي الاكسبيرينس ديالي في الورك and especially the attention of making more money. I wanted to build a business for myself. دونك ادابتيت ديك المايندسيت ديالي and this is what made me who I am today. صح، برافو ليك برافو ليك. يعني شوف من كي كيقولوا دائما الصعوبه كتخلق، يعني كتخلق لنا دائما نجوم ما شاء الله وناس ناجحين في الحياه، ولكن انت في نظرك كيفاش كتشوفي هذه النظره هذه اللي كيشوفوا يعني اللي كيعطوها بعد يعني النساء اللي كيبداو في هذا الدومين مع اول خطوه اول تحدي ما نعتبروش فشل ولكن اخفاق، كتقول لها الدومين راه ماشي ديالي راه ديال الرجال فقط راه ما نجحت فيه ولا راه خسرت سباندي في الارت وهذا. في نظرك انت شنو هو الشيء اللي ربما تستيم غتكون تستيم هذه المرحله اللي كتجي مرحله ديال الشيء، كيفاش تعملتي هذه المرحله هذه؟ هي راه الا جيتي تشوف اي حاجه درتها في حياتك راه كتشوفها في الاول. الدراري دابا نيت انا اللي حيتاش كندير الكوتشين في الدروب شيبين الدراري براسهم كيجيو عندي كيقول لي راني فشلت جربت المره الاولى وفشلت. دونك سواء كنت راجل سواء كنت بنت انا ما كنعتبرش الفشل كمعيار. هو صراحه انا نقولوا الدراري باللي معروفين كيدمروا من الصغار كنقول لك كيجروا بليك ولاد خاصهم يخدموا هو الراجل ديال الدار خاصو يدير كل شيء. دونك هما كيكونوا اكسبوزي اكثر لذاك الفشل وكيحاولوا يخرجوا البيست اوت اوف ات. ستيل I'm not gonna deny women also واخا كيكون هاد الفيلير they still can make the best out of it. وهنا هي like a living example for that. اوكي واصلي الله يفكر لك مزيان تواصلوا. توقفنا هاد النقطة ديال يعني ديال الإخفاقات كي قلتي هي عامة ماشي فقط عند 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 النساء، يعني حتى الرجال كيفشلوا. هادشي اللي بغيت يتأكد هادشي اللي بغيت صراحة من خلال هاد اللايف هذا بأنه nothing is impossible، كلشي ممكن أنه يخدم كلشي ممكن أنه يحرك. هو غنغير ما تضيفي في هذه النقطه هذه ولا لا باقي حتى ما نكذبش عليك دابا along the way the process ديما كيكون الفشل ديما كتخرج واحد الحاجه اللي كتكون عقبه. انا بالنسبه ليا البيزنس المايند سيت اللي خاص يكون عندك هي ماشي اره كاين مشكل، هي اره كاين مشكل ولكن شنو هو الحل ديالو. so always try to find solution to whichever problem كاين، حيت حنا دابا في البيزنس كيديفلوب وكيكبر ديما كيكونوا المشاكل. كيفاش بالنسبه ليا انا you need to work it out سورتو الديديكيشن ديال واخا طحت هاد المره غنعاود طحت هاد المره غنعاود. ملو زينب توقفنا عند النقطه اللي توقفنا عندها هي ديال الصعوبات وربما تحكي على الشق الثاني وهي تبان كونيكسيون يا هنا ونقف. تفضلي. الوغ البوينت اللي كنت قلت لك earlier which is اي حاجه درتيها في حياتك اي بزنس either if it's drop shipping anything ضروري ما كتطرش لواحد القيطه كتكون واحد الفيلير اند بروبلمز. البوينت هي don't try to stop على البروبلمز اللي كاينين. فين كيكمل المايند سيت ديالك والبيزنس مايند سيت هي على انك تكون عندك واحد ديديكيشن وتحاول تلقى also solution. هذا solution اللي كتلقى هما اللي كيعاونوك على انك تحل البروبلم ديالك. so it's always about finding solution planning وال hard work especially تكون عندك واحد ديديكيشن باسكو فريمون صبر وهاد الحاجه اللي required الا بغيتي تحل البيزنس ديالك خصك تكون صبار حتى بصح. تماما يعني وفي الحياه كلها الا ما كاين الصبر ما كاين والو في اي مجال ماشي غير في لي كوميرس ولا في البيزنس اونلاين في الحياه ديالنا كلها من تخرج من الباب ديال الدار ملي كنت في الدار حتى لاي حاجه يعني الصبر راه واحد الحكمه اللي زوينه. اوكي زينب ندخلوا انتم كل اصدار بنت ندخلوا مباشره في المواضيع. سؤال يطرح علاش اختاريتي دروب شيبينغ وماشي سي او دي ماشي الدفع عند الاستلام او حاجه اخرى؟ واخا انا اصلا فاش بدايه الجولي كنت بديت بالدروب شيبين دابا وانا خدامه بالدروب شيبين عندي واحد السيستم اللي هو اوبتمايزد
الاوبتمايزيشن شنو كنعني بها، الاوتوميشن، على انني انا ما عنديش الانرجي بزاف تو ويست. عندي ديجا الايجنت ديالي they take care of fulfilling the orders، عندي تيم ديالي ديال الديزاينرز، عندي وحدين كيقلبوا لي على الانفلونسرز، عندي وحدين كيقلبوا لي ونس ليست اوف برودكت. الحاجه الوحيده اللي عندي ندير هي علاني نابروف ليهم انت باي. دونك بالنسبه ليا دروب شيبينغ بزنس موديل في واحد الاوتوميشن خطيره اللي كتعاوني انا براسي على انني من I don't waste a lot of time and energy. That's one point. و another point اللي غندوي فيها هي الاودينس. فاش تدوي لي على السي او دي you're restricting the audience ديالك. انا اي نو بلي يقدر يكون عندها huge potential، مثلا الناس اللي خدامين السعودي في الخليج راه تبارك الله كاينين great numbers، ولكن يفو باني على انه مع ذلك الانجليش ماركت اللي انا متخصصه فيهم اللي كنخدم معاهم دروب شيبين واحد الاودينس اللي نو وان كان deny بلي اتس ذا موست باورفول وان واكثر الناس تيشريو. داكشي علاش سو انا بالنسبه لي دروب شيبين عنده واحد الهيوج بوتنشال، حيتاش كاينه واحد السايز ديال الاودينس كبيره في اليو انجلش بيست اودينس اللي كيشرو بزاف، وكيجيني اوسي كما قلت لك البزنس اوتوميتد. دونك البزنس موديل ديالي ديالو از مور انتريستينغ فور مي ذان ات فور سي او دي. ومع ذلك بجوجهم مزيانين، بجوجهم عندهم واحد ديفيكولتيز، بجوجهم عندهم واحد بروز اند كونز. بحال مثلا الا دوينا على الديفيكولتيز ديال سي او دي، على دوينا على الديفيكولتيز ديال دروب شيبين، كاين البروبليم ديال بيمنتس جيت اواي اللي هو بزاف الناس عندهم بروبلمز معاه. وباي ذا واي غنقول لكم هنا حيتاش عارفه بنفس الناس كيسولوا على البيمنتس جيت اواي، غندير فيديو عليه ماي شانل في يوتيوب نقدروا من بعد تلينكيها مع هذا الفيديو بوكو با، الناس تما غادي يعرفوا على البيمنتس جيت اواي، غنحاول نشرح اكثر. الا جينا ندوي على السي او دي كذا هو مثال، خاص يكون عندك سيلز تيم، خاص يكون عندك فيزيكال انتراكشن وذ سبلاير هيم سيلف. حيتاش فاش تنقولوا على دروب شيبين يقدر يكون سبلاير في تشاينا وكدوي معاه كيفولفيل ديريكتومون، ولكن في السي او دي خاص يكون عندك واحد فيزيكال انتراكشن، كتمشي عند لا بيرسون، تتحرك، تتموفي. دونك انا بالنسبه ليا كنعتبر بلي دروب شيبين البيزنس موديل ديالو اتس واي ايزي فور مي على حساب ماي اكسبيرينس معاه، وفضلت نبقى فيه سورتو كو النمبرز معاه والاودينس والتارجت اند ايفريثينغ كان مزيان ليا، وكان غادي ليا مزيان لي بيلديت بيه 6 فيجرز. جميل جميل، ولكن واحد النقطه مهمه في الدروب شيبين، واش نظرك يعني معرفتك الجيده باللغه الانجليزيه هي خلاتك اكثر تكون سهوله على يعني وانك تاقلمي وتلقاي راسك في الزربه بالنسبه للغه؟ واش مهمه لغه مهمه وعنصر مهم اصلا فاش ندو دابا على البيزنس، اكثر لغه كتسبوكن ان ذا وورلد هي الانجليش. فاش تدوي مع السبلاير اللي ما كدويش بالتشاينيز راه اوف كورس يو نيد تو سبيك انجليش، حيتاش كاينين ديز ابليكيشن بحال وي تشات جو سي سور بزاف الناس عارفينها دي ري ترانسليت ذا لانجويج. انا بالنسبه لي انجليش از ريلي نقول لك ذا موست كور ثينغ اللي خاص اي واحد يتعلمها في البيزنس. بزاف الناس كيعقبوني علاش تنخدم بزاف بالانجليش ومشي بالعربيك. الا بغيتي تقلب على بنادم اللي يخدم معاك ان ا فيري بروفيشنال واي، لا في الكوبي رايتين لا في الديزاين، كاع البروسيس خاصك بنادم كيكون كيدوي بالانجليش، حيتاش كتعاونك في الكوميونيكيشنز معاهم ان ذا فيرست بلايس. واصلا الاودينس ديالك كما قلت لك ار يو اس بيست، دونك فاش تكون عارف فاش تكون عارف اللانجويج ديالهم والكالتشر ديالهم كتعاونك اكثر على انك تبلاندي ان وديفل ديليفري ليهم الحوايج اللي هما باغينهم. حيتاش مثلا انا ما كنفهمش لونجلي ونقول شي واحد يصايب لي سيت، ولا ما كنش كنفهم راه يقدر يكونوا انرز اللي انا ما عارفاهمش. سو اتس بيتر تو نو اباوت ذا لانجويج باش تخدم عليها. حتى كي قلتي بالنسبه للناس اللي كيخدموا معاك مثلا غير في الكول سنتر كيخدموا بزاف الناس ديال الفلبين، راه خصك لونجلي باش تدوي معاه، خصك بزاف يعني داك البروسيس كله ضروري اللغه، يعني خصوصا اللي بغى يخدم الدروب شيبينغ. يعني هذه نقطه واضافه اخرى، يعني السكيلز ديالك خاصك تكون عندك اللغه. نمشيو لسؤال اخر يعني اللي هو اهم في يعني في موضوع ديالنا اليوم، اللي هو علاش اختاريتي مثلا تعامل يعني في الماركتينغ بالمؤثرين وليس سميتو يعني بحاجه اخرى؟ علاش اعتمدتي بشكل كثير على المؤثرين لي انفلونسرز؟ اوكي المؤثرين باش ندخلك شويه في جنرالي سبيكين، المؤثرين بديت معاهم تقريبا يا 2 فاش بديت فريمون اكسبيرت ان ذم. علاش كنعتبر باللي حيتاش بلوتو السؤال ديالك وعلاش انا منحاز اكثر المؤثرين، قليله الناس اللي خدامين به. انا عزيز عليا ماشي الحوايج اللي ما فيهمش كومبيتيشن بزاف. سوري ماي باتري كات سو قلت لك اتس سامثينغ ذات اي ستارتد واحد الايرلي تايم، حيتاش في الوقيته فاش بديت بفيسبوك ادز، ولكن تعرف المشاكل ديال السدان ديال الاكونت
عارف مشاكل ديال الفيسبوك هذا كومين دار فيري اوبفيس بلا ما ندوي عليهم. دونك شنو قررت ندير؟ قررت نشوف واحد ماركتينغ اخرى اللي او ميم طون فيري انتريستين في مي، ولقى راسي كنبلاندي فيها. ديك الساعه باش بديت بالانفلونسرز، بديتهم تقريبا يا دوزون، قليلت الناس اللي كيدوي عليهم واللي خدامين بيهم. كنت بديت بالانسبيراسيون من واحد البراند سميتها جيم شارك اللي تا هي دويت عليها في يوتيوب شانل، كانوا متبعين نفس البزنس مودل. دونك من تما انا قررت على اني نبدا مع الانفلونسرز. كانوا عندي سام فيليرز في البدايه ديالي، ولكن لقيت سولوشن وبقيت خدامه معاهم. دونك علاش انفلونسر ماركتين؟ حيتاش فيرست اوف اول عندهم واحد الار وايز خطير، الناس اللي كيتفرجوا ما عارفين شنو هما الار وايز، مينين ديال ريتيرن اون اد سبيند، يعني شحال كتخسر باش ترجع عليهم. حيتاش نقدر نبي انفلونسر مثلا 1000 دولار وترجع لي 10000 دولار ريفينيو، عندهم واحد الار وايز اللي هو انورم. وتا غنشوف هذه النقطه هذه، غنفصل اكثر هذه ديال الار اكزاكتلي. وتا البروسيس وين يو ورك ويز ذيم از فيري فيري ايزي، فريمون فريمون واحد الطريقه اللي سهله. داكشي علاش انا كنفضل الانفلونسر ماركتينغ. يعني هذه نقطة أكثر، ومن خلال هذا اللايف إن شاء الله هذا التأثير يعني التسويق عن طريق المؤثرين والمشاهير هو اللي غنتخصصوا فيه بزاف، وهو اللي غنتحتوا عليه إن شاء الله بشكل كبير. زينب بالنسبة يعني كيفاش غنمشيو دقة دقة، كيفاش بالنسبة أنت البحث على المنتجات؟ لأنه قبل ما نسوقوا المنتج كيفاش كنلقاو هذوك المنتجات اللي نبيعوهم ونسوقوهم سواء عن طريق الفيسبوك أو بلاتس أو عن طريق أيضا حتى المؤثرين؟ اوكي، هو قبل ما نلقاو المنتج، السؤال الاول اللي غطرح راسك هو واش داك المنتج از وين ان وان ولا لا. حيت تقدر تلقى واحد المنتج وتسوقو وما تعرفوش واش از جود برودكت ولا لا. دونك قبل ما ندوي على الميثودز اللي كتعاود فيه جنرالي، دابا حيت هذا لايف غنحاولوا نعطي الكي بوينتس. كاينين واحد اربعه تي كريتير اللي معروفين في العالم اللي بهم كتلقى الوينين برودكت، ولكن بيسكو انا خدامه مع لي انفلونسر كيتزادوا واحد جوج. غنعطيك واحد الفكره اللي هي عامه، والناس اللي بغاو يمشيو يشوفوا لي ديتاي راه كاينه حتى هي في اليوتيوب شانل ديالي. دار واحد الكورس سميتو هاو لايك وينين برودكتس كرايتيريا، غتلقاو فيه فروم اي تو زي كلشي اللي خاصكم تعرفوا. دونك اوفرول لايك جنرالي الكرايتيريا تو فايند وينين برودكتس كيما كتي كان انستا، خاصك تكون شور بلي البرودكت از نيشو سولفين، يعني كيحل واحد المشكله اللي هي كومن. هادو باي ذا واي اكوردين الاكسبرتيز ديالي البرودكتس اللي هاي اون ديماند وتتباعوا بزاف. Another thing غدوي عليه هو البرايسينغ، خاصك تكون عاوتاني تتفكر، ماشي تجيب برودكت كتساوي 200 درهم جو ديغي نو 2000 دولار وتحاول تسيلو تو بيبل. خاصك تكون سمارت ان فايندين لو تيكت برودكت باش تماكسمايزي نت بروفيت ديالك. واحد البوينت اخرى غندوي عليها اللي هي يونيكنس. يونيكنس بالنسبه للناس اللي ما عارفينهاش، هو حاول تلقى واحد البرودكت اللي يونيك. يونيك مينين باللي ما يكونش افيلابل معاك في الماركت. انا نعطيك اكزامبل، مثلا هاد قرعه الماء بغيتي ديرها مع الانفلونسر ما غاديش تخدم ليك، حيتاش هاد برودوي غادي يلقى غير نيكست تو ماي دور، غير في السطور اللي حداك. دونك علاش انا غادي نخلي ستورز اللي حدايا وغادي نمشي نشري من عند المؤثر؟ دونك خاصك نفوكسي على البرودكتس اللي كتكون عندهم واحد يونيكنس نوت افيلابل ان ذا لوكال ماركت. واحد الحاجه اخرى اللي هي فيها الواو فاكتور. شنو كنقصد ليك بواو فاكتور؟ هي فاش تنشوفو تيغرابي الاتنشن ديالي. حيت شنو هي اول حاجه كي براندم تيشوف؟ هي البرودكت. خاص يكونوا شويه اميزين، عنده داك الفيلين ديال راك لي اتراكشن ايموشنز ديالك، سورتو الا كان هو ايشو سولفين تا هو او ميم طون. صافي عندك الوينين فورمولا غنقول لك. وكاينين تو اذر كرايتيريا هادو متخصصين للانفلونسرز، الا وهما البرودوي خاصو يكون ايبل تو بي ادفرتايز باي انفلونسر. ميني غتعطي الانفلونسر واحد البرودوي اللي غتقدر توري الاودينس، ماشي غتجيب ليا كرسي وغتقول الانفلونسر تشرحو ودوي عليه. شيز نوت ا ماركتر، شيز ان انفلونسر. خاصك تعطي واحد البرودوي اللي غتعرف ديمونستريتي. ولاستلي اللي كنعتبرها انا فيري امبورتنت، البرودكت خاصو يكون الانترست الماجوريتي ديال الاودينس. بمعنى ما كتقيدش راسك بواحد نيتش اللي فيري تايت. انا نعطيك اكزامبل، مثلا غتقول لي بغيت نخدم بدوغ نيتش، غتمشي تقلب على واحد الانفلونسر اللي عندها دوغ ياك، ولكن يقدر ما يبيعش لك مزيان. علاش؟ حيتاش ماشي كاع الاودينس حتى هما يقدروا يكونوا عندهم كلابس ذاتس دوغ. سو هنايا خاصك عاوتاني تكون فيري سمارت في تشوزين ديال النيتش ديالك اللي كتستعمل مع الانفلونسر، وهذا الشيء سامثين اللي غادي ندوي عليه. Getting back to your question which is method to find out هاد winning product، بالنسبه ليا كاين بزاف د الميثودز كما قلت لك داوي عليهم في يوتيوب، ولكن نعطيك اكزامبل ديال واحد هي ماي اد فايندر. My Ad Finder هي واحد الاكستنشن تتعاونك على انك تلقى people اللي دايرين sponsored ad،
والبوينت ديالي انا از بزنس اونر شنو هو؟ الا شي واحد كيسباندي في الاد صافي دير كو كيربح، ما كاينش شي واحد اللي يقدر يخسر فلوس. دونك فاش كنشوفهم كيخسروا غير فلوس، علاش لا ما نحاولش نشوف داك البرودوي اللي هما كيبيعوه، ولا كان كيحترم الكريتير ديالي اللي كنقول لك كيك هما استعادوا وعنده لي زانجيجمنت في البوست. من ناحيه انجيجمنت كندوي لك على لايكس كومنت شير، الا كان كيحترم كاع هاد الكريتير راه بالنسبه لي تو وين ان وان. ولكن كاين واحد ستيب اخرى كنديرها، اللي هي كنمشي لواحد الحاجه سميتها فيسبوك اد لايبراري. فيسبوك اد لايبراري هو واحد المكان كتمشي ليه كتلقى اي واحد لاح بوست سبونسورد بوست قابل للتراكاج. دونك بالنسبه ليا كنقدر نتراكي شحال من بوست خرج بداك الاد سيت، الا بان ليا البوست كيتعاود بزاف اوتوماتيكلي شنو كنفهم بلي لا بيرسون كتحاول تسكيلي بداك البرودكت. انا ام توكين اباوت كيتعاود فواحد لونغ بيريد اوف تايم، ماشي نهار يومين خمس ايام 10 ايام تراكي مزيان. دونك دو بلوس كتلقى لا دوري، دو بلوس كتعرف داك البرودوي باي، دو بلوس انت تقدر تشدو وتستعملو في يور فيفور. خاصك تلقى غير انفلونسر اللي مزيانه و انت عندك وين برودكت. بس از اي تولد يو من الاخر، بنادم to have more details sorry يقدر يشوف يوتيوب شانل باش يغراسبي مور الايديا اللي كنحاولوا ندوي عليها. يعني موضوع معلومات مهمه خصوصا كي قلتي في تحديد المنتج، تحدثنا الان على كيفاش تحدد هذا السؤال اللي يطرح دائما، لوين البرودكت كيفاش نلقاه. هي الجواب الشافي والكافي عطاته باختصار في اشياء اللي مهمه. رجعوا للسؤال اللي طرحتو. تفضل. كما قلت لك في الميثود كاينين بزاف، دونك حاولت نعطيك غير اكزامبل واحد كومسا ما نرجعوش عاوتاني اللايف طول بزاف. صح اوكي ان شاء الله، يعني مزيد من البحث. نرجعوا للنقطه ديال يعني السؤال اللي طرحت في الاول، يعني من بعد ما كنعرف البروداكت كنقول ها هو البروداكت اللي غنخدم به. دوينا في الاول على السؤال، ندوي على الشحن، ماشي الشحن، على يعني حتى السؤال مشى، حتى السؤال مشى. يعني بالنسبه ل اعود بالله مش تراجم، يعني اسئله كتروح بعد اسئله اخرى. يعني بالنسبه كيفاش هذاك البرودوي مثلا هاني جبته، غنمشيو نتحدثوا على ستور براندينغ. ستور براندينغ مشينا من السؤال الاول، والسؤال الاول جاوب الاسئله الاخرى اللي ذكرنا في الشهاده. يعني نتحدثوا على ستور براندينغ، يعني هذا اهم شيء. هاني جبت البرودوي، باش نشوف التسلسل، هاني جبت البرودوي والبرودوي مزيان وعرفت كذا كذا، وغنحطه في هذاك الستور. ايوا هذاك الستور اللي غنحطو فيه، اجي نشوفو حريرتو كي دايره. مزيان، هذا بالنسبه لي اتس جود كويشن. علاش؟ حيتاش كيطلع لك بزاف الناس تيقول لك واش دروب شيبينغ داد، هو راه ماشي داد، غير مور اوبتمايزد والبزنس موديل تبدل. بنادم او كاستمرز فاش تيجيو الويب سايت نيت لوكس دروب شيبت، ما كتبقاش عندك واحد الاوتوريتي اوفر ذيم، تيشوفوا اه لا ذيس لوك like a dropshipping store. ما تبقاش واحد التراست بيناتكم. دونك انا بالنسبه ليا one of the important part to convert the customers ديالك باش يشريو هي تكون عندك براند. وفاش تنقول لك براند راه ما كنقولش لك شي حاجه لي اكسترا اوردينري بحال فاشن نوفا، دير المينيموم اللي عندك، اللي هما جوج حوايج بالنسبه ليا. هما كاينين بزاف في الويست براند، ولكن two key factors. اول حاجه خاص يكون عندك الويب سايت ديزاين ديال ستور ديالك looks branded، يعني من ناحيه الديزاين خاصو يكون كلين، ماشي تكوبي لي شي حاجه من علي اكسبريس وتحط ليا كولي ديال واحد الايمج باقي فيها تشاينيز ديسكريبشن في البوكس. هادشي سي جو با فير. خاص يكون عندك واحد ديزاينر اللي كيخدم عليك على السطور ديالك، كيعطيك واحد الباكج بروتوتايب. انا دابا كنعاود لك على ماي اكسبيرينس، فاش هاد ديزاينر كيعطيك البرودكت بروتوتايب، كتمشي عند الايجنت ديالك لا سبلاير اس سام اوف ذيم كول. هاد سبلاير شنو كتقول لي؟ كتقول لي اه ها هو البرودكت ديالي، انا بغيت نعرف هاد الباكج، اي وونت يو تو دو ات فور مي. دونك شنو كنديرو؟ كيكون عندك ستور ديزاين وكيكون عندك حتى واحد الباكج اللي كيكون راجع على البرودكت ديالك. دونك انا بالنسبه لي هاد الكاستمر غادي يثق فيا، حيت بالنسبه لي ماشي دروب شيبين ستور، هي سي فري خدامه بالدروب شيبين بزنس موديل، ولكن مع ذلك وير كرييتين ويز ات ا براند. دابا فاش دوينا على الكاستمرز، غندوي لك على اول سبورت ديال الانفلونسرز. فاش كتجي الانفلونسرز، فاش تيجي لواحد ستور، الانفلونسر حتى هو عنده واحد ريبيتيشن تو ريسبكت، ما غايجيش يدير لك بروموشن مع اللي كان، خاصو يشوف باللي راه غادي يخدم مع براند. دونك حتى داك البراندين اللي كدير في ستور وداك الكاستمايزيشن ديال الباكجين هيلبس ان يور فيفور اولسو مع داك الانفلونسر. حيت شنو تتخلق افتر اول؟ كتخلق واحد تراست ريليشن شيب مع الانفلونسر. فاش تتكون هاد الريليشن شيب ديالو حتى هو في البريزونطاسيون ديالك ديال البراند، راه كيعطيك واحد القيمه خياليه. سورتو الا باكج يو باكج ذا برودكت، كيجي كيحل لك الباكجين تيقول لك شوف غير البراندين والباكجين، كيوريك غير الباكج بعدو راه واعر،
نسالك هو البرودوي، ومن بعد كيدوي لك على برودوي وتا هو. الا كان واحد الحاجه اللي غنبغي نمونشوني، غادي ننصح الناس اللي بغاو يخدموا على الباكجين يحاولوا يفوكسيو على البرودكت اللي ما خاصش البرودكت itself يكون باكجد، بمعنى let me try to use another word، اسمح لي على العربية بعد المرة تتمشي الهضره داكشي باش ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. we try to focus على واحد البرودكت اللي ماشي هو اللي necessary it printa it logo it branda، كنحاولوا نخدموا على البوكسين ديالو هي اللي براندا، بمعنى نقدر نجيب لك واحد البرودوي اللي هو فيرج ما كيحتاج لا ستيكر لا والو، ولكن داك البوكس فاش غنحطو لك هو اللي خاص تكون براندية. وهنايا انشور بزاف الناس كيقولوا اه راه خدامه انت كتقولي لنا دروب شيبين وكدوي على البراندين، راه يو دونت نيد تو هاف ستوك ديال البرودكت باي ذا واي، راه كيكون عندك واحد الايجنت ديالك ما محتاج يكون عندك ستوك ديال البرودكت، حيتاش كما قلت لك ما كنبرانديوش البرودكت، كاينين شام برودكتس اللي كيتبرانداو، ولكن اوفرول فوكسي على البرودكتس اللي ماشي قابله للبراندج. سو فاش تقولي هكا الحاجه الوحيده اللي خاصك تجر هي تباي واحد المينيموم كوانتيتي ديال الباكج، بحال مثلا نقول لك انا غادي نخدم ب بونجو دي نابورت كوا، هاد القرعه فيرج ما فيها لا باكج لا والو، اوما ديك لابوط خاص يكون فيها واحد اللوغو لاصق ولا واحد البراند، هذاك الباكج هو اللي خاصو يتشرى، كيكون فريمون بواحد الثمن اللي جو بونس راه مزيان بزاف، ماشي شي حاجه اللي واو اكستراوردينري. انا از يو سي كي باقي كنستعملوا على البرنت اون ديمان اوبشن، which doesn't require to have a lot of budget and doesn't require for you to have a stock. دونك باغي نخدم بالدروب شيبينغ بزنس موديل مع البراندين that creates واحد الباور مع الانفلونسر ومع الكاستمر himself. جميل جميل هذه النقاط هذو، يعني لانه كاين بعض الناس ما غيفهموش هذيك بالانجلي، ولكن قلنا بان الانجلي راه مهمه، ولكن مره مره مزيان يكونوا كلمات حتى هما يعني بالدارجه، يعني ان هذه النقطه يعني هذه النقطه الاخيره يعني واضحه للناس بخصوص انه واخا كدير دروب شيبينغ ولكن خاص يكون شوف البراندينغ بالنسبه للستور، تحدد لنا على الستور هذا الشيء، واش ستور وان برودكت ولا في جنرال ستور بالنسبه لهذه القضيه. That's a good question. That's a good question. انا بالنسبه لي باش نكون معك صريحه I don't prefer general stores. كنمشي انا في الخدمه ديالي I work on a niche وكان ورك على مونا برودكت ستور، اند باي ذا واي في يوتيوب شانل نيت ديالي غتلقى باللي دايره كيس ستاديز، فهاد الكيس ستاديز كنوري الناس ستورز جاولي وكنوريهم حتى الباكاجين اللي كندير، حتى هما غادي تكون عندهم واحد ليدي شنو كنقصد لك انا بالبراندين وفي الباكاجين itself. So just getting back to that point، هادشي اللي قلت لك it's mostly for beginners for people اللي ما عندهمش البادجيت and they're just willing to start. Okay. I think we caught up. كتسمعني دابا؟ كتسمعني مزيان؟ يا كتسمعك مزيان. سو قلت لك بالنسبه للناس اللي باقي عندهم ديفيكولتيز فهادشي ديال البراندين راه غادي يحلوا غير ستور، غادي يمشيو غير يتفرجوا في الكيس ستاديز، عندي بلاي ليست فيها ربعات الكيس ستاديز بالبرودكتس ديالهم، وغادي يكون عندهم واحد بيتر ايديا وبيتر اندرستاندينغ على شنو كنعني بالبراندين ديال ستور ديالك. جميل جميل جدا، يعني غير في هذه النقطه يعني مازال يعني انت قلتي بانك تفضلين يعني ستور ولا متجر يكون فيه منتج واحد وليس يعني عدد من المنتجات، يعني من انت كتفضلي من الناس اللي كيفضلوا بانه يكون ستور برودكت وفواحد النيش معين، يعني يكون فيه احسن من جنرال ستور اللي يقدر يبان بانه من الشوفه، حتى ربما حتى الناس المستهلكين ولاو كيعرفوا بانه هذا الستور ديال دروب شيبينغ، ربما عادي يعني من كثر ما كثروا لي ستور راه خدا واحد الفكره بانه ولا كيشوف هذا دروب شيبينغ، هذا راه مغربي داير ستور في اليوكي، هذا مغربي داير ستور في اليو اس، يعني بين قوسين. واحد الحاجه اخرى انا عارفه باللي الناس هنايا اغلبيتهم كيستعملوا جنرال ستور باش كيحاولوا يلقاو البيست سيلين برودكت، وداك البرودكت كيخدموا عليه في النيتش ستور ديالهم ولا على مونو برودكت، هادشي غير كيانديكي لك باللي نيتش ستور والمونو برودكت ستور غنقول لك يخدموا مزيان. علاش عاوتاني اي افود مالتيبل برودكت ستور؟ نزا طلق الاد على واحد البرودكت، انا جيت البلاتفورم ديالك اللي ديتيني الهوم بيج كنلقى بزاف د البرودكتس، دوك كثرت البرودكتس اي كان فيل اميزد وما تنعرفش ان واحد ام موستلي انتريستد ان باين، شنو شنو يقدر يوقع في لانكونسيون ديالي؟ اه عندهم بزاف د البرودويات، ان واحد بغيت نشري يقدر هاد ان واحد بغيت نشري يبعدو كاع على انه يشري من عندك، الوغ كو كنتي خدام بنيتش ستور وعندك واحد الاب سيلز وعندك مونو برودكت تتعرف بنادم فين غادي شنو كتعرفو فين قاصد. دونك بالنسبه ليا كما قلت لك نيتش ستور ومونو برودكت اكوردين تو ماي اكسبيرينس كانوا بالنسبه ليا ذا موست بروفيتابل وان.
مزيان تحدثنا في هذه النقطة الآن، تحدثنا على كيفاش تقلب على المنتج اللي هو السؤال اللي كنت عندي، كيفاش تبحث على المنتجات، انت وريتي كيفاش تلقى ذاك الويني برودكت اللي كيسول عليه الناس. حاليا اكزاكتومون. تحدثنا عن المنتج كيفاش توضعه، خاصة كيفاش يكون براندينغ، ستور وان بيج يكون في واحد المنتج معين. غنمشيو الآن، حددنا احنا وجدنا ستور، لقينا البرودكت اللي غنخدموا فيه، هضرنا مع هنا يعني قبل ما نمشي للشحن، تحديد الاستهداف، واش كيدخل في المرحلة ديال فاش كنقلب في البرودوي، ولا حتى كنلقاه، ولا انت بالضبط كيفاش كنحدد هذاك الاستهداف ديالي ديال داك البرودوي؟ اوكي، فاش غندوي لك على الاستهداف ما غندويش لك على الاستهداف، حيت فريمون فاش تلقى وينين برودكت كتعرف باللي اصلا البيست ديالنا ديال دوك لي كريتير، كتعرف باللي اتس سولفين ايشيو تايبس اوف برودكت، كتكون ديجا دارس داك البرودوي ديالك لما غتستهدفو. السؤال هو داك الاستهداف راه عارفين حنا شكون الاودينس ديالنا، شكون هو بالنسبه لي المهم اللي خاصك تعرف شكون غتستهدف، هو داك الانفلونسر اللي غادي يقدر يخدم لك بداك تمام. البرودوي، والاودينس ديالو غادي يكونوا انتريستد بداك البرودوي. غنعطيك واحد الاكزامبل، تمام. مثلا غادي نقول لك غادي نخدم على واحد البرودوي ريليتد للبيوتي نيتش، اللي هو اي حاجه عندها علاقه بالجمال. غادي نمشي معاه، من غنخدم غنمشي مع واحد الانفلونسور، غادي نقول لها عافاك هو البرودوي ديالي. اول حاجه احترمت على انني حاولت نبقى واحد حاولت نخلي على ان النيتش ديالي بلاند ان مع الانفلونسر. وشنو تدير باي بلاند ان؟ اي مين الانترست ديال الاودينس ديالها اللي متبعينها فيها، وهي شنو كدير؟ كدير البيوتي، وانا شنو هو البرودكت ديالي؟ بيوري. دونك حاولت نحترم على انني نلقى واحد الانفلونسور اللي اصلا هي كطيح في لي كريتير اللي بغيت انا، وهي الكونتنت ديالها ولا المحتوى ديالها في داكشي اللي بغيت. دونك اوتوماتيكمون الاودينس ديالها راه بلوس متبعينها، دونك عندهم نفس الانترست معاها. عاوتاني في نعم. الفيتنس ما غاديش نقدر نقول لك غتمشي عند شي وحده في البيوتي وتقول لها دير لك الفيتنس. بالنسبه لي اكثر ولا ذا سمارتست واي اوف دوين ات على انك تمشي عند شي انفلونسور متعلق بالفيتنس. عندي اكزامبل ديال واحد السطور غنذكره دابا، وماشي مشكل الناس يقدروا يشوفوه، سميتو فازيرتا، اف ا زد او ار تي ا. هاد برودوي فازيرتا كنت بديتو في نيت بيريود ديال كورونا، هو واحد اللوحه كتعاونكم على انكم ترينيو في الدار. لي زانفلونسور اللي استهدفت في هاد البرودوي هما لي زانفلونسور اللي كيترينيو، دونك اوتوماتيكمون دي زانفلونسور كيترينيو لودونس ديالهم حتى هما انتريستد داك التريمين ديالهم، حيت هما اصلا كيشاريو الورك اوت. دونك هنا كنبين لك باللي كنت سمارت في التارجيتين ديالي، مشيت للانفلونسور اللي شي فولز ان ويذين ماي برودكت، لي اوتوماتيكلي الاودينس ديالها اولسو ويل. ميك سنس؟ تمام. يعني هذا جاوبتي على السؤال اللي طرحته، حتى على السؤال الاخر اللي كنا تحتو فيه على المعايير من اجل تحديد هذاك الانفلونسر اللي غيخدم ليا بالنسبه للمنتج. الان غندوي على القضيه ديال الشحن، نرجعوا عليها قبل ما نمشوا ونرجعوا للتسويق عن طريق الانفلونسر. بزاف ديال الناس كيسولوا بالنسبه لافضل الشركات بالنسبه ديال الشحن، خصوصا الناس اللي كيكون عندهم برودوي ديال علي اكسبريس ولا علي بابا. في نظرك انت شنو هو افضل طريقه في الشحن يعني، والطريقه اللي كتستخدمها يعني. شيفين هما باش نكون معاك صريحة، كاينين بزاف الطرق ديال الشحن، كاين فيديكس، كاين اراماكس، كاين دي اش ال، وكاينه وحده اللي جو ديغي ماشي بالناس اللي عارفينها ولكن اتس فيري افكتيف، غنطق لك سميتها، هي اس اف اكسبريس. هذه بالنسبه ليا وان اوف ذا موست باورفول اولسو، اللي يقدروا يتالينيو مع هادو اللي موصوني تقبل. ولكن فاش تندوي على هاد الشيء، انا عارفه المشكل الاول اللي يقدر يطرح، الناس غيقولوا لك باللي شويه برايسي، الثمن ديالهم طالع، ce que je comprends parfaitement. انا كيفاش تنتعامل مع جو ديغي ديليفري ديالي، مع الشحن ديالي، عندي الايجنتس ديالي. فاش تكون خدام مع الايجنت اللي هو سبلاير، ما عقلتش شنو سميتو كنسموه بالعربيه، ولكن داك لابيغسون اللي كت هو الوكيل، هو الوكيل اللي كيكون بينك وبين هذاك السبلاير. السبلاير هيمسيلف، انا كنقول لك على الايجنت هيمسيلف. فاش تيكون عندك تتعرف باللي هاد الديليفريز اللي مونسونيت لك دابا تيكونوا معاه اشورد، وتيعطيك برايسين اللي هو قل الثمن ديالو، تيكون عنده قل. دونك بالنسبه لي انا كنخدم ديريكتومون معاه، كيعطيني واحد لي بري كي سون فيري راك فيري انتريستين. وبالنسبه للناس اللي كيتفرجوا دابا وغيقول لك كيفاش كتلقاي الايجنت، حيت هذا سؤال تا هو كيطرح، هادشي تا هو غنديرو في يوتيوب شانل. So don't worry about that. غادي ندير على فيديو. Me, I'm giving you an overall idea. أحسن حاجة كنعتبرها على أن يكون عندك الايجنت ديالك
حيتاش دو ان غيعطيك لي بري كي سون فريمون ريزونابل و انتريسون اللي غادي يعجبوك، و دو دو كيما دوينا قبل على البراندين كيعاونك فيها حتى هي بواحد الثمن لي فريمون شيب، دونك هو اوفرول كيعاون في كاع البروسيس. دونك انا كنمهد على ان يكون عندك ايجنت هو اللي تكلف لك بالشيبين ديالك. يعني يكون ممثل لك تما في الصين مثلا، يعني موجودين بزاف ديال المغاربه الصراحه كاينين تما كيديروا هذه الخدمه هذه، هو كيمشي يقلب كاين لك يسولسي لك البرودوي بواحد الثمن ناقص، هو اللي كيعاونك حتى في الشيبينغ، كانت مشكل في الشيبينغ كيمشي يشوف لك الشركه اللي خارج هذاك الوقت كيسيفت معاها، يعني كيسهل عليك بزاف، وحتى كتكون يعني متحكم في البروسيس ديالك ديال الشيبينغ، ماشي بحال لا تستنى امتى غيسيفط، يعني كتكون مزيانه يعني نقطه مهمه هذه. اكزاكتومون انت اكزاكتومون. دونك كما قلت لك غنحاول نجرب بروسيس من اتل الزيت في يوتيوب ان شاء الله بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا دابا باش تاهم يفهموا. جميل جميل مزيان ان شاء الله، باش تشارك المعلومه وبارطاجي بارطاجي ماكسيموم ديال لافورماسيون ان شاء الله، ونشوفوا يعني ناس جداد ان شاء الله في الدومين. هنا غندخلوا، ها احنا عرفنا كيفاش نسوقوه، عفوا عرفنا كيفاش نسيفطوا الشيبينغ، عرفنا كيفاش نعرفوا الويني برودكت. هنا غيسولوا الناس واحد السؤال، ناس كي كيقولوا المصريين بتسأل سؤال، كيفاش ولا شحال هي الميزانيه باش نبدا مع هاد لي زانفلونسرز، هاد المؤثرين هادو والمشاهير، شحال هي الميزانيه اللي خاصني باش نبدا؟ لانه الا غنختار نتسوق عبر المؤثرين والمشاهير شحال الميزانيه اللي غتكفيني؟ لانه الا في فيسبوك ميزانيه خاصه، جوجل ادس وسناب شات والى غير ذلك، في لي زانفلونسرز شحال تقريبا الميزانيه اللي انت ولا شنو هما هاد لي فيز اللي غيكونوا عند هذاك الشخص؟ هذا السؤال كي فريمون انتريسون اللي هي الميزانيه. هو غادي نقول لك واحد الحاجه باش كنت صريحه معاك، الميزانيه كديبون على لوبجيكتيف ديالك، ما كاينش واحد الميزانيه محدده اللي غادي نقول لك، حيت باش نشرح لك واحد شويه البيزنس موديل انا نعطيك غير اوفر فيو عليه اون جينيرال بطريقه عامه كيفاش تخدم. تقدر تلقى واحد لي زانفلونسور لي صغار يقبلوا غير بانك تندير لهم برودكت. دونك شنو هي الميزانيه ديالك؟ هي انك تخلص غير في البرودوي والشيبين ديالو، ما عندك ما شيبين تخسر شيبين شيبين وفلوس فقط. البرودوي شيبين برودكت والفيس ديالو. دونك هير ما كاينش واحد البادجت. كاين واحد الكيس اخر اللي تقدر تلقى واحد الانفلونسور اللي يبغي غير فري برودكت. زينب زينب، ربما كان وي تقطع، ربما كان تقطع، اسمح ليا. دوينا في النقطة الأولى على أنك تسيب هذاك السيد وتخسر عليه غير شيبين وبرودوي، دابا تحطينا النقطة تمام الثانية لأنه كان واحد تقطع، تفضلي. واخا ماشي مشكلة، انا نحاول كاع نعاونها من الاول. سو كما قلت لك البادجت بادجت ولا سمول بادجت تقدر تخدم مع لي انفلونسور اللي صغار اللي كي ريكواير ليك غير فري برودكت، بمعنى غير تتصيفطو ليه تتخلص فلوس برودوي لا اقل ولا اكثر. كاين واحد لوبسيون اخرى للناس اللي كيفضلوا جو ديغي هادو شويه اللي ماشي صغار ولكن المتوسط في لي انفلونسور، تيقول لك اسيدي انا بغيت البرودوي وبغيتك تعطيني واحد لا كوميسيون. الحاجه اللي نقول لك مزيانه في هاد لا كوميسيون ما تعطيهاش قبل، كتعطي غير واحد ديسكاونت كود، واحد الكوبون كود ديسكاونت اللي كيبارطاجيه مع الفولورز ديالو. دونك الا جاب سيلز راه تيتخلص، دونك اوتوماتيكمون كنرجعوا شويه لذاك لو بوان اللي ما نحتاجش فيها بادجت، كتخلص غير فلوس البرودوي ومن بعد كيربح الكوميشن. كاينين لي زوبسيون اللي كندوي على لي انفلونسور اللي كبار اللي هادوك كي دي بريفير على انهم يكون عندهم واحد البيمنت اب فرونت. باي اب فرونت كنقصد لك يتبياو قبل الشراط. كاينين اللي كيبغوا نقول لك اغلبيه هاد البيج انفلونسر باش ما نخليوش كندوي في العموم، غنقول لكم دوك الصغار اللي دويت عليهم في اغلبيه الوقت بين 10000 بين 10000 فالورز متابع 300000. هادو بالنسبه للناس اللي كيبريفيريو يا الفري برودكت يا الفري برودكت والكوميشن ولا كيبغوا يتخلصوا. الناس اللي كيكونوا اقل من 300000 كيطلبوا الخلاص ولكن واحد المبلغ اللي هو بسيط، نقول لك واحد 150 دولار 100 دولار علاش لا. ولكن عندنا واحد الفئه اخرى، هذيك الفئه بالنسبه ليا هي اللي كنعتمد عليها انا بزاف حيتاش عندهم واحد المردوديه كبيره بزاف. حيتاش علاش كيكونوا اكثر من 300 الف فالوور يعني كيكون الاودينس ديالهم كبيره، الا كانت الاودينس كبيره ديالهم راه غادي يكونفيرتيو لك اكثر، دونك اوتوماتيكمون غادي يطلبوا لك الخلاص قبل. هادو غادي نقول لك باللي كيطلبوا لك من كا جوج كا يوصلوا معاك 15 كا وما اكثر. ما غنبغيش نحدد واحد البيدجي اللي هو سبيسيفيك حيتاش كما قلت لك ملي كنبغيو نبرايسيو اصلا حنا الانفلونسور ماشي غير كنقبلو بالثمن اللي كيقول لينا، راه كاينين واحد لي كريتير ولا واحد المعايير اللي كنحطهم انايا باش تنعرف
شحال يقدر يجيب لي هو اصلا من مبيعه؟ دونك فاش تندوي لك على الكبار، انايا كما اي كيم اب واحد الفورميلا اللي كتوريني انا باك نولي قادره نعرف نتوقع نقول لك شحال من مبيعه غتجيني فاش تنكون كاين تقطع، يعني تقطع مرة أخرى زينب، كاين تقطع مرة أخرى زينب، نرجعوا لهذه المعايير اللي من خلالها كنحددوا الثمن ديال كل انفلونسر في انتظار أنه يتعاود تحل المشكل ديال الكونيكسيون. غنوصل معكم اللي كتابعوا البث المباشر، شكرا لكم على المشاهدة ديالكم، وكثروا من البارتاج دائما من أجل أن تعم الفائدة، وهذا الشيء كله الحمد لله فور فري، من أجل أننا نشوفه إن شاء الله الناس ان شاء الله يزيدوا يتحركوا اكثر. ربما كاين تقطع، توقفنا غير نذكر توقفنا هذا الموضوع، كيفاش نحدد هاد لي زانفلونسور، كيفاش زينب تقطعات، فاش تحددتي شنو هما المعايير لي كريتير باش تحددي الثمن لهذاك المؤثر، واش على حسب شنو هما المعايير هذو؟ زينب كتسمعيني؟ كاين شي مشكل في كونيكسيون عند زينب، نتمنى ان شاء الله انه يتحل. زينب دابا مزيان، سمح سيبو لي سيبو، بزاف، سمح لي مع I just moved in و connection باقي شوية poor I would say. ماشي مشكل ماشي ألو مشكل ماشي مشكل، ألو، غنحاول تفضل. نعاود باش نشرح للناس. كما قلت لكم تماما، المعايير يعني توقف برايسينغ، غير بقى النقطة ديال المعايير اللي كتحدي بشحال نعطي لهذا وشنو هذا وشنو. تفضلي. دوك المعايير اللي كنحط انايا باش نعرف شحال غنكون اكسبكتيا من اوردر، انا نعطيك واحد لي زيكزامبل اون جينيرال حيت هما شويه كومبليكي وديجا انا داوي عليهم في يوتيوب كما قلت لك، غتلقاوها في الفري كورس بارت اي ثينك غتكون ثلاثه كندوي فيها على لي انفلونسر. الوغ غادي نحاول نعطيكم ان اكزامبل. فاش كنبغي نبريسي واحد تفضل. الانفلونسر اللي مثلا عندها مليون الفولورز از ان اكزامبل، ماشي والاودينس ديالي انا عارفه باللي مختص غير للنساء، وكنشوف باللي النساء مثلا الاودينس ديالها ما كاينش فيها الفيميلز، عندها غير الميلز اللي متبعينها، اوتوماتيكمون هاد الانفلونسر ما خداماش ليا. علاش؟ حيتاش الاودينس ديالها ما كيحتاجوش داك العنصر اللي بغيت انا ولا داك البرسنتج اللي هو الفيميل. دونك اول كريتير هو جندر، خاص يكون داك الجندر تارجيت داك البرودكت ديالي، دونك برودكت فور فيميل خاص يكون عندها واحد البرسنتج كبير من الفيميلز. هذا في جهه، من جهه اخرى غندوي لك حتى على البلد. انا بالنسبه ليا بيبول كيما قلت لك اللي كيشرو بزاف هما كيكونوا في لايك انجليش بيست. الا جيت نقلب على واحد الانفلونسر ولقيت بلي 20% ديال الفولورز ديالها من انديا، اوتوماتيكمون لا بيرسون تقدر تكون شارياهم. دونك راك عارف دابا لي انفلونسر كيفي كي وكيشريو لك اللايكس، كيشريو الفولورز، كيشريو الكومنتس. دونك خصوصا قراتها على الكونتريز اللي مفالوينا، الا لقيتهم بلي اغلبيتهم ار انجليش بيست كنعرف عاوتاني بيست على الكرايتيريا ديالي باللي هادي راه مزيانه ليا. واخر كريتير اللي غادي ندوي عليه في هادشي نيت هو ديال لاج. مثلا البرودوي ديالي بين الناس ديال الكبار جو دي غير بين 25 والفوق، الناس اللي قل نقول لك بين 0 و 17 عام عندها واحد الاودينس بزاف اللي بين 0 و 17 عام، اوتوماتيكمون شنو غنفهم هاد الانفلونسر ما مزياناش ليا حيت اغلبيه الاودينس ديالها صغير بزاف ما غاديش يتماشاو مع البرودوي ديالي. دونك هاد لي كريتير صغيورين كنستعملهم انايا باش نحاول نلقى واحد الفورميلا كتعاوني كيفاش نبرايسيهم. دابا دويت لك غير على الاودينس اناليسيس، لانيز ديال الاودينس. كاين واحد الاودينس ولكن مثلا عندي كاين سؤال، عندي سؤال من فضلك، يعني قبل ما تكملي قلتي نعرف بانهم عندهم الناس ديال الهند وعندهم كذا وكذا، واش كاين شي سيت ولا شي تول اللي كتستخدميها باش تعرفي هذه المعايير، باش تعرفي بانه هذا عنده فيك، هذا عنده ديول هنا، هذا عنده غير عنده الناس الرجال اكثر من النساء، ولا العكس؟ كاين شي سيت ولا شي تول اللي كتخدمي بها؟ كاينين دي تول، داكشي علاش قلت لك في الاول كان غير في غير اليوتيوب تشانل البارت 2 حيت شوف عطيت فيها واحد الفري واي، واحد التول واحد الاكستنشن سميتها اب فلوينس كتعاونك تشوف الانسايد ديالهم. الو غادي نمليها على أبسلوت. الناس اللي كيتفرجوا او بي، ومن بعد كتكتبوا فلوينس غتلقاوها نيت في اليوتيوب أوكي كورس. أوكي. سوبوزون لا بيرسون ما عرفاش هاد اب فلوينس ولا شنو كواك سوا، من غير انت فاش كتكونتاكتي لي انفلونسور راه اصلا هي كتصيفط لك الانسايت ديالها. دونك الناس اللي بغاو يعرفوا لايك هادشي في الديتاي في الديتاي كما قلت لك في اليوتيوب شانل
قلت عليهم فريمون اون ديتاي بهاد ليكستنسيون، ووريت عليهم حتى كيفاش كتخدم. نعم دونك كاين تقطع مرحبا، تفضلي وصل. ربما كاين تقطع مرة أخرى في الكونيكسيون، ماشي مشكل، الكونيكسيون كدير لنا وقت مستقطع، كدير لنا البوز، كونيكسيون مرة مرة كدير لنا لا بوز، وقت مستقطع. مزيانين باش حتى الناس يستوعبوا واحد شوية هاد الأفكار هادو، ريتها ما يدخل للعقل. ونعاود نكملوا، باقي شي نقطة تضيفيها في هادو، يعني في يعني في المعايير الحساب. اللي الوغ كيما قلت لك، هذاك الشيء اللي عطاتك دابا هو كنسميه الاودينس اناليسيس، يعني كتستادي الاودينس ديالها. كاينه واحد هي عندها الاودينس مزيانه ياك، ولكن شنو كيخلي هاد الاودينس مزيانه؟ هي لانها كيكون واحد الانجيجمنت زوين. دابا فاش كندوي لك الانجيجمنت، فاش كتستادي الاودينس خاصك تستادي الانفلونسر. في ستادي ديال الانفلونسر غادي نعطيك عاوتاني اون جينيرال الحوايج اللي خاصك تبازي عليهم. بالنسبه لي كما قلت لك، الفولورز بيكونوا اكثر من 300 الف باش نعتبرهم مؤثر كبير. خاص يكون عنده واحد لي بوست اللي هما اكثر من 300 بوست. علاش؟ سامبلومون حيتاش دابا كتعرف بلي بزاف الناس يقدروا يديروا فيديو في تيك توك وكيوصلوا من الملايين ديال الفولورز. انا من اليوم لغدا ندير فيديو ونقدر نوصلوا عند الملايين. انا بالنسبه لي هادو ما كنعتبرهمش لي انفلونسور. دونك المينيموم اللي كنطلب هو يكون 300 بوست باش نتاكد بلي لا بيرسون ديما شويه في انستغرام. جو ديري الا فهمتيني، كاينه واحد ليكسيبسيون باش ما يخيبونيش قطعت الناس. ناس الكونيكسيون، زين زين، مشاو لي من فضلك من فضلك قطعت الكونيكسيون مرة أخرى، كنعتذر لكم، خارج على الإرادة ديالنا بجوج. عاود هذه النقطة هذه ديال الحديث على رب تقطع مرة أخرى في الانتظار. ماشي زين، مشكل. بهذه النقطة هذه ديال اللي اوكي تحدثتي فيها على 300 بوست خاصو يكون عنده ديجا، وهذو من هنا بدا كاين التوقف. تفضل. اوكي الوغ شنو قلت لك؟ قلت لك انا كنحاول عاوتاني نفوكاليزي على انهم يكون عندهم 300 بوست. علاش؟ حيتاش دابا يقدر شي واحد يدير لك ستوبيد فيديو اون تيك توك، تيك في فيديو ويجيني بزاف الفولورز. بالنسبه لي انا داك ما كنعتبروش انفلونسر، حيتاش دار غير واحد الحاجه وكنسموها دار ترند، دار ضجه، هذاك ما كيكونش انفلونسور. دونك كنحترم على ان لا بيرسون خاص يكون عندها 300 بوست باش نعرفوا راه قديم شويه باللي راه كيبوستي. فهمتي؟ كاين واحد البريزنس ديالو على انستغرام. كاينه واحد ليكسبشن حيتاش ما بغيتش الناس يتليميتاو، كاينه واحد ليكسبشن على انك تلقى اقل من 300 بوست. ودابا غادي نقول لك كيفاش. كاين تقطع، زينب زينب اعتذر لك، كاين واحد التقطع هنا، تصطاب لا كونيكسيون شي شويه، في انتظار لا كونيكسيون تصطاب لها شي شويه. اوكي كاين ضغط كثير على الكونيكسيون اليوم، السبت يعني كل شيء مكونيكتي، كل شيء لايفي، في انتظار ان لا كونيكسيون تصطاب لها باش نوصلوا ان شاء الله. دابا مزيان، سي بون، واصل. كل الوغ شنو قلت لك؟ قلت لك هذوك انا ما كنعتبرهمش لي انفلونسور، كنعتبرهم غير واحد الناس اللي داروا واحد ترند وجاو الناس تبعوهم. ديك الساعه يقدروا من هنا لغدا ما يبقاوش عندهم واحد الانتيغي ليهم. دونك قلت لك كاين واحد ليكسيبسيون اللي كنحترم الناس اللي قل عندهم قل من 300 بوست. اشنو كندير؟ مثلا لقيت وحده عندها 120 بوست، ما تنحكمش عليها باللي راها انفلونسر جات غير مؤخرا. كنمشي نحاول نشوف البوست الاول ديالها. الا لقيت واحد البوست اللي هو قديم مثلا رجع 2018 2019، شنو تنفهم؟ تنفهم باللي هي الانفلونسر راها قديمه، غير هي ما كتبوستيش بزاف. دونك هنا واحد ليكسبشن، فهمتيني؟ الا ما كانش 300 بوست، على الاتليست حاول تشيكي البوست الاول امتى دار باش تعرفها واش شويه قديمه ولا لا. دونك دابا شنو عطيتك؟ عطيتك لي كريتير. حنا كنانالايزيو الانفلونسر، فاش سالينا مع الانفلونسر كاين واحد لي كريتير اخرين اللي هما الانجيجمنت ديالها في البوست. حيتاش تقدر تكون انفلونسور، تقدر تكون كتباي لايكس وكتباي كومنت. دونك انا بالنسبه ليا هذوك الفولورز نمبر مثلا قلنا غنخدموا بانفلونسر عندها 300 الف فولور، خاصني نلقى 10% ديال هذوك الفولورز. دونك كما قلت لك، الا لقيت مثلا لا بيرسون عندها 300 الف فولور، بالنسبه ليا البوست خاص يكون عندها واحد لايك ديال 10%. الو كما قلت لك، بالنسبه فاش دوينا على الكومنت خاص يكونوا 10% ديال اللايكس. بمعنى الى الانفلونسر عندها 300 الف فولورز خاص يكون عندها واحد 10% ديال اللايكس اللي هي 30 الف. هذا لي كريتير الاول ديال اللايكس. دابا تنقصوا الانجيجمنت، الانجيجمنت خاص يكون 1% ديال اللايكس. 1% ديال 30 الف هي 300.
دونك هذا المينيموم اللي كنعتبر انه خاص يكون عندها 10% لايكس و1% كومنت. باش غنجي للسؤال، شنو هما هذوك لي نيش اللي خدامين مع لي زانفلونسر؟ هذا سؤال كيجي نجيبوه من نتاج هذا السؤال، يعني هذا السؤال الماضي والاجابه ديالو، شنو هما لي نيش اللي خدموا مع المؤثرين؟ هذا السؤال بالنسبه لي اللي مهم بزاف، حيت دوينا قبيله على لي زيكزامبل. بالنسبه للنيتشز اللي خدامين مع لي انفلونسور كاينين هما بزاف، ولكن غادي نعطيك دي زيكزامبل. البيوتي نيتش هو واحد خاص كل ما يخص التجميل، غنقول هو واحد النيتش اللي فريمون هاي اون ديماند ويقدر يخدم مع لي انفلونسور، حيت دو ان كي يحترم لي كريتير اللي دوينا عليهم، ودو دو عندهم واحد الاودينس اللي كبيره بزاف. عندك حتى الفيتنس، الفيتنس هو واحد النيتش كيكون خدام مزيان مع لي انفلونسور. البيوتي كير حتى هو كذا هو مثال كيكون خدام مزيان مع لي انفلونسور. و بيسكو قبيله ذكرنا لي سيليبريتي، غنعطيك واحد لي اكزامبل. مثلا الناس كيفكروا على انهم يخدموا بكيتشن، كيتشن نيتش، انا ما غاديش نحبد نخدموا مع لي انفلونسور. شنو نقدروا نخدموا؟ نقدروا نخدموا مع دي سيليبريتي اللي متخصصين في هادشي ديال الطبخ. مثلا علاش لا نجيبوا شي واحد اللي مشهور في الميدان ديال الطبخ؟ شوميشه مثلا، شوميشه عندها واحد الاودينس تبارك الله كبير، وعندها واحد الانفلونسور في مجال ديال الطبخ. دونك تصور هي تدوي لك على واحد البرودوي مزيان اللي في هذا المجال ويعاون الناس في الطبخ، راه بيان سور غالب الناس غادي يمشيو يشريوه. دونك هنا كنشوف بلي هاد لو برودوي ما غنقولش لك ما خدامش واقيلا مع لي انفلونسور، حيت ما عندهمش داك الانتيغي لداك البرودوي، ولكن يقدر يخدم مع لي سيليبريتي. مثلا بحال شوميشه تقدر تخدم على هاد لو برودوي اللي معطى قبل كيتشن، حيت هذاك اصلا هو الانتيغي ديالها، دونك الناس اللي متبعينها اوتوماتيكمون كيشريوه معاها. نعم، وتحية أيضا للشيف محا أصحاب الماكلة، يعني هذا النيش ديال الطبخ. ماشي مشكل. ألوغ قلت لك كما قلت لك قبيله ما كنريستريكتيوش راسنا سوالي لا سوال فيمال، سو هادشي غنحاول نخليه شويه جنرال. كما قلت لك انا بديت على واحد لاج تقريبا، بديت الخدمه على 18 عام. سيتي با في سيتي با لاك ات وازن ايزي، سيتي با فاسيل. ولكن الحاجه اللي غنبغي نوري الناس اللي بغينا نشرح لهم، سي كلشي كيبغي يدير الاي كوميرس، راك بغي يجرب هادشي، بغي يجرب سي او دي، بغي يجرب دروب شيبين. حاول تلقى واحد الحاجه اللي لاك انتريستين، حاول تبلاني ليها، تكون ديسيبلين. تفضلي الان اظنها ستكون جيده. جربت دابا كاع بطل في البلاصه. الوغ شنو قلت لك؟ حاولت نقول لك باللي لو بيزنس ماشي مشتركتي لواحد سبيسيفيك جندر. بزاف الناس تيقول لك لا راه هادشي ديال الرجاله، لا راه اي بيزنس خدمتي ليه تبارك الله فيه حتى العيالات. حاول غير تفوكاليزي على بيزنس موديل واحد. بغيتي انت انتريسي بالدروب شيبين، خدم على الدروب شيبين، كون ديسيبليند، بلاني وديديكيشن، حيت الا ما كانش عندك هاد 3 فاكتورز وسختو تكون صبار، حيت الا ما كانش عندك هادشي you're not gonna do anything. كما قلتي دويتي قبيله على الفيليرز، فيلير ار بارت اوف ذا بروسيس. على انك تخسر ماشي مشكل، هذه كلشي كنخسر عادي في الحياه ديالنا، تعلمناها في البدايات ديالك. المهم على انك تحاول تخرص ديك الخساره وتعلم منها، وما تقولش لا راه فلان دار، لا راه فلان دار، لا راه فعل فلان. جاي لك هاد السيد راه ولا كيخرج لك 100000 دولار ان مام، ما شفتيش البروسيس والعقبات اللي بدا بها هذاك الشخص. لك دابا الناس يقول لك راه بيلد دابا 6 فيجرز، كتوصل 7 فيجرز، وراها كدير الكوتشين وكلشي، ما كيشوفوش البدايه ديالك اللي كانت فيها خساره. دونك اولويز ما تقارنش البدايه ديالك بالسكسس ديال شي واحد اخر، حيت كلشي بدا من واحد زيرو بوينت ولا ستارين بوينت. دونك غير ديديكيت وبي ديسيبلين تو وير. صافي شنو بغيت نقول؟